اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الاهل الليله والفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد صادق. مرحبا بيك يا فندم. اهلا وسهلا كابتن. ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام منور؟ كله زي الفل. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. ده انت اللي منور. ربنا يخليك يا فندم. طبعا احداث كثيره جدا بتمر في الفتره الاخيره واحداث رياضيه، لكن احنا بنتكلم بالاخص عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي حاليا موجود في معسكر في الامارات. اللعيبه الدوليه رجعت امبارح من السفر وانضموا صباح اليوم الى معسكر المنتخب في برج العرب. هل حضرتك شايف ان الاهلي استفاد من هذا المعسكر في التوقيت الحالي بسبب عدم قدره مستر ريني فايلر على التعرف على لعيبته في بدايه الموسم وعدم وجود فتره اعداد، وان الراجل اخذ العمليه سخن كده؟ طيب، هو قبل ما اتكلم في فوائد المعسكر او عدم فائدته، عايز اقول انه من اسوأ القرارات اللي خدها اتحاد الكره ايقاف المسابقه في هذا التوقيت. تمام. توقف اجباري اجبر عليه الاهلي زي ما اجبرت عليه بقيه الانديه المتضرره. تمام. يعني التوقف في حد ذاته في هذا التوقيت والمده دي ما كانش قرار موفق باي حال من الاحوال، فشيء طبيعي. انتقل الاجابه لسؤالك، انه الاهلي يعني من افضل الانديه اللي استغلت هذا التوقف بالمعسكر بتاع الامارات. كان ممكن جدا كل الناس بتعمل مباريات وديه ومفيش اي مشكله خالص، لكن الاهلي النهارده لما بيعمل معسكر في الامارات بيبقى ليه اهداف تانية خالص، غير ان انت بتجرب لعيبه او بتجهز لعيبه او كلام من ده. ده بيحصل في الايام العاديه اصلا، لكن المعسكر في حد ذاته لما تنتقل من هنا فتره التوقف زي ما اتفقنا طويله شويه، وبعدين انت بتروح اجواء غير الاجواء اللي هنا خالص، بتروح اجواء اللعيبه في حد ذاتها محتاجه لهذه الاجواء المعنويه، بمعنى صح انت بتروح بتغير لهم المود بتاعهم كله، يبقى اللاعب بيلعب مرتاح، يبقى حتى اللي بيعمل نوع من انواع الاستشفاء من اصابه بيبقى في نوع من انواع التغيير بالنسبه له، كان كل يوم بيخش الجيم وبعدين يطلع بيعمل تدريبات منفرده وتدريبات مش عارف ايه وايه، النهارده بيروح في مكان تاني بيعمل برنامج تاني، بيبقى الحاجات دي كلها مختلفه. فالاهلي استفاد معنويا من هذا المعسكر. التدريبات دي كلها شيء طبيعي ان هي تتم وكده. المدير الفني استفاد ايضا ان هو قدر يتعرف على باقي اللاعبين اللي هم ما شاركوش معاه في الخمس ست مباريات اللي لعبهم من يوم ما جه لغايه توقف الدوري. استفاد ان هو يقدر كل الاوراق قدامه موجوده ويتعرف عليها بشكل متأني كويس جدا، وبعدين قرب اكتر من اللعيبه، وده المهم لانه في اجواء المباريات ان مباريات المتتاليه ما بيبقاش في فرصه لمجموعه اللاعبين كويس، لكن ده كان عنده فرصه ان مفيش ضغط عصبي، مفيش مباريات حتى المباريات الوديه هناك عشان خاطر تجهز لها وعايز تفوز بيها، مفيش اي ضغط عصبي خالص، فشيء طبيعي ان هو استفاد واللعيبه استفادوا. تمام. طيب حضرتك بدات بتوقف الدوري، وانا يعني في حاجه محشوره في ذوري كده عايز اخد راي حضرتك فيها. اتفضل. النهارده رابطه الانديه المحترفه للدوري الانجليزي اعلنت مباراة ليفربول واستون فيلا هتكون يوم 17 ديسمبر. كويس. ليفربول عنده ماتش يوم 18 في نص نهائي كأس عالم الأندية. مفيش كلام، هو يوم 17 يورجن كلوب النهارده فضل يتكلم في المؤتمر الصحفي لدوري الأبطال أو خصص خمس دقايق يتكلم فيهم عن القرار ده، وقال طب أنا هلعب إزاي، أنا عندي ماتش تاني يوم في كأس عالم الأندية. طبعًا. إزاي هلعب بفريقين؟ طب إزاي هحط ده؟ والعب ده؟ طب انتوا كده جايين عليا، انا عندي دوري وكاس رابطه وكاس عالم انديه ودوري ابطال اوروبا، كل ده موجود في شهر 12، طب انا هلعب فين؟ فعايز اقول لحضرتك ان قيمه مسابقه الدوري الانجليزي بكل بطولاتها، كاس الاتحاد كاس الرابطه، اهم بيعظم جدا جدا من قيمه الدوري الانجليزي، بيخليه هو فعلا الاغلى مبيعا في العالم من ناحيه الحقوق التلفزيونيه، ومن من من طبعا بنتكلم في التسويق الاعلانات بشكل عام، لكن مين في الاخر اللي كلامه هيمشي؟ رابطه المحترفين، رابطه الانديه المحترفه، لان في القرار صح، او القرار هو بياخد القرار ملوش دعوه، ما يبصش البطولات الثانيه، انت رايح بطوله ثانيه. قالت له العب باحسن لعيبه متاحه. انت حر. يعني عايز تقول له ان انت العب باللعيبه الاحتياط اللي عندك والعب الماتش وخلاص والبطوله. هو دي الاداره، هو دي الاداره، بمعنى صح انا باخد قرار
باخد قرار ما فيش ما ببصش لاي حاجه تانية ومش هيتراجع عنه. ما فيش بقى معلش عشان خاطرنا لا مش عارف عايز تنسحب الكاس. طب انسحب الكاس هدد النهارده ولا ردوا عليه. عايز تنسحب انسحب انت حر ولا ردوا عليه خالص. شيء طبيعي عايز تنسحب الكاس عايز تنسحب من الدوري انسحب خلاص. دي قرارات وعشان كده بيحترم الدوري الانجليزي بعظمته بيحترم جدا جدا. احنا عندنا ممكن جدا لو حسينا ان مش عارف مين هيزمزق زي ما بيقولوا باللغه الشعبيه الحلوه دي كده لغه الكوره يا واحد احنا نوقف في الدنيا كلها. ده احنا ممكن جدا نلغي الدور الاول ونبدا في الدور الثاني مباشره. يعني انا كنت حابب اتكلم في النقطه دي عشان كتير من مشاهدينا طبعا مش متابعين اللي حصل في الدوري الانجليزي. لكن ده قرار انت اصلا استاذ الدوريات العالميه ولا عندك كل الجديد بصراحه. يعني خلي حضرتك ربنا يخليك يا احمد. طبعا عايز اتكلم معاك ان الاهلي خاض المعسكر ومفضل ان هو عدم خوض اي مباراه وديه طالما لا يوجد مباراه وديه تناسب حجم النادي الاهلي. هو مش معسكر تحضيري. لو معسكر تحضيري كان الاهلي استعان بفرق متدرجه في المستويات لحد يوصل للمستوى اللي هو عايزه. لكن في نفس الوقت هو اكتفى زي ما حضرتك قلت انه يقفل على نفسه. المدرب يعرف اللعيبه اللي موجوده وكمان يحاول على قد ما يقدر لو ما فيش تجربه تفيد النادي الاهلي ما يخرجش باصابات ممكن تضر. طبعا بالتاكيد يعني احنا اتفقنا ان المباراه مهما كانت حتى لو كان مع اصغر فريق في الدوري الاماراتي هيبقى هتشكل عبء نفسي على اللعيبه ان انت خايف لحسن حد يصاب، خايف لحسن تتغلب لا قدر الله، خايف لحسن تخش فيك اجوان ويبقى حارس المرمى بتاعك يتهز، خايف لحسن اي حاجه صح. خايف لحسن تزعل الجمهور اللي جاي لك هناك عشان خاطر يتفرج على المباراه الوديه دي وبتاع وكلام من ده. فشيء طبيعي ان هي خففت العبء الضغط النفسي على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وخليته ان هو يكمل اللي راح من اجله ان هو بيحط تصور عام للفريق في المرحله اللي جايه ويجهز اللعيبه جميع العناصر للمرحله اللي جايه. فهو بالتاكيد معسكر مفيد جدا جدا وزي ما قلت لك في اول كلام انه الاستفاده المعنويه اهم بكثير جدا من الاستفاده الفنيه. طيب عايز اعرف راي حضرتك في اللعيب في دماغ مستر فايلر في لما اللعيبه الدوليه ترجع. هل اللعيبه الدوليه لما ترجع بعد ما اتعرف على لعيبه موجوده محليه هل ممكن حد من اللعيبه المحليه يلفت انتباهه وممكن نلاقيه يغير في التشكيل او في الاسماء اللي بيستعين بيها من خلال ماتشاته مع النادي الاهلي ولا هو حط ال 11 لاعب الاساسي ومن خلالهم ممكن يبدا عمليه تدوير زي ما عمل في اللقاءات اللي لعبها سواء في افريقيا او في الدوري؟ المتابع الجيد لفايرل في المباريات اللي لعبها المباراتين في دوري ابطال افريقيا ثم كاس السوبر مع الزمالك ثم مباريات الدوري الثلاثه يكتشف ان الراجل تقريبا كل مباراه كان ليها تشكيل مختلف عن الثاني او بمعنى صح الجانب الافريقي يبقى فيه تشكيل معين والمحلي يبقى فيه كذا. السوبر كان مختلف تماما عن الاثنين فشيء طبيعي. فده قصة التدوير دي البعض يعتقد ان هو الراجل لسه بيجرب وبيتعرف على عناصر. لا انا شاعر او اشعر انه ده هيكون اسلوبه ان هو يدي الفرصة للكل. يعني النهارده هيلعب بالتشكيل ده، المباراه اللي بعديها مباشره ممكن يبقى التشكيل يخش عليه ثلاث اربع عناصر من اللي ما لعبوش في يعني هيبقى اسلوب التدوير مستمر معاه طول ما هو بيدرب الاهلي، ده اسلوبه او طريقته اللي بيفكر فيها، ممكن تكون طريقه ممتازه جدا جدا خاصه ان هو عنده ارتباطات افريقيه داخل دور المجموعات في اخر نوفمبر بدوري ابطال افريقيا، داخل الدوري شغال وما بتوقفش وكل اربع ايام هيبقى فيه مباراه، بعد كده هيبقى فيه كاس مصر بالتاكيد. فهو مش عايز يبقى عنده 12 او 15 او 18 لعيب تشكيل ثابت بيعتمد عليه، يجي لا قدر الله واحد يصاب منهم او اثنين من الاساسيين المحترمين يبدا يحسب. لا هو هيلعب في كل مباراه او بمعنى صح محليا هيبقى فيه مجموعات بيعتمد عليها، افريقيا بيبقى فيه مجموعات بيعتمد عليها، هيبقى فيه نوع من انواع التدوير والاوراق كلها قدامه متاحه. وده اعتقد ان هو هيبقى اسلوب كويس جدا، هيجنب اللعيبه الارهاق، هيجنب اللعيبه الاصابات بسبب الارهاق، هيجنب هو كمان ان هو يبقى فيه حوافز مستمره للي قاعد على الدكه ان انت الماتش الجاي مش قاعد على الدكه، انت الماتش الجاي في الملعب، وانت اللي قاعد في الملعب انت ما مش بقيت انت رقم واحد عندي، لا ده انت ممكن تقعد على الدكه الماتش الجاي. فده نوع من انواع التحفيز اللي موجود وهيبقى اسلوب كويس ان شاء الله.
الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا في عدم وجود مسابقه، ما كانش في مسابقه دوري، والاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ففي البعض يفسر ان مش شرط الاهلي يكون بيلعب في الدوري علشان يقدر يحقق لقب الافريقي، وفي ناس بتقول لا الاهلي لازم يكون بيلعب في الدوري علشان يلعب ماتشات مستمره وعشان يكون في انسجام واللعيب رجليه في الملعب على طول، وبالتالي يعرف انه يفوز باللقب الافريقي. الاهلي عنده مباراه اخر الشهر مع النجم الساحلي، وزي ما حضرتك عارف كل الناس عارفه ان الدوري واقف الفتره دي كلها. هل حضرتك شايف ان توقف الدوري كل هذه الفتره وعدم وجود اي لقاءات رسميه هل يؤثر بالسلب ولا بالايجاب، ولا الاهلي مش بيبص على الحته دي وبيفكر فقط ان هو يستعد للفوز بثلاث نقاط حتى لو خارج ملعبه؟ بالظبط. هو طبعا ممكن جدا اتحاد الكره يفاجئنا ويجيب مباراه في 25 26 ولا حاجه للاهلي، ممكن محدش عارف يعني ممكن يعني. نتفاجئ، ممكن نفاجئ بتعديل في المباريات اللي اعلنها، لانه اعلن ثلاث مباريات ولا حاجات زي كده، وبيقول لك لسه هنشوف الباقي يعني مش عارفين. فهو نفس اتحاد الكره مش عارف هيعمل ايه اصلا يعني. حتى ولو الاهلي مش هيلعب، فهو الاهلي اعتقد ان هو السنه دي او زي يعني في قناعه لدى اللاعبين انه لقب دوري ابطال افريقيا غاب عن الاهلي كتير، وما يصحش ان هو يغيب اطول من كده. ففي اصرار لدى اللاعبين من خلال تصريحاتهم، من خلال الحوارات اللي اتعملت معاهم سواء في قناه الاهلي او على الموقع الرسمي للاهلي، ان هم عندهم قناعه مهمه جدا ان لقب دوري ابطال افريقيا لازم يكون من نصيب الاهلي هذا الموسم. القناعه دي موجوده من جميع اللاعبين وايضا الجهاز الفني والجهاز الاداري. وشيء طبيعي الاهلي النهارده المعسكر اللي بيعمله ده كله ده بيعملوا تحضير للمرحله الجايه، واول محطه في المرحله الجايه زي ما حضرتك قلت يوم 29 مع النجم الساحلي. النجم ومفتاح البطوله، مفتاح دور المجموعات. شيء طبيعي ان الاهلي بيسعى لتصدر المجموعه بتاعته، وشيء طبيعي ان هو بيسعى ان هو يتاهل، وشيء طبيعي ان هو يكسب ثقه بقى خلاص. يعني اذا كانت في بعض المباريات كانت المواسم الموسمين اللي فاتوا في تونس مش على يعني قدر الاهلي واهميته ان هو يتغلب او يبقى بيخسر في تونس، فالنهارده عنده الفرصه ان هو يسترجع هذه الميزه اللي كان بيعملها قبل كده في المواسم اللي قبل كده او في البطولات اللي قبل كده اللي فاز بيها، ويقدر يفوز ان شاء الله في تونس النجم الساحلي ويكمل مشواره بارتياحيه ان شاء الله. طيب احنا عندنا منتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي. منتخب مصر الاول ان شاء الله عنده مباراه وديه يوم الخميس القادم مع ليبيريا على ما اعتقد، وبعديها منتخب الاولمبي هيلعب مباراه يوم الجمعه، اول مباراه افتتاحيه في بطوله الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 امام المنتخب المالي. وبعد كده منتخب مصر الاول عنده لقاءين ان شاء الله امام منتخب كينيا وامام جزر القمر علشان ان شاء الله يصعد لامم افريقيا الكاميرون 2021. هبدا مع حضرتك بالمنتخب الاول ورايك بشكل عام للي بيحصل، وراي حضرتك بشكل عام للمباراه الاولى للكابتن حسام البدري، الاسماء والتشكيل، وهنخوض في كلام كتير جدا، بس يلا نبدا براي حضرتك العام في منتخب مصر الاول. شوف انا شايف ان اولا فتره التوقف اللي موجوده، وان كان بعض الانديه يعني مش عايزه تبعت اللعيبه بتاعتهم المنتخب والكلام من ده كلام مش كويس بالتاكيد يعني. انا بتكلم عن نادي معين رفض ان هو يدي ست لعيبه بتاعه للمنتخب، مش ده كلام مش كويس، لكن هو معسكر، المعسكر ده مهم جدا انه بيسبق مباراتين مهمين. فهو لازم الكابتن حسام بدري ده اول اختبار، تقدر تقول اول اختبار بعد سيبك من بتسوانا كانت ليها ظروف تانية. مباراه جايه وهو جاي لسه ما بيحاول بقدر الامكان يحط تشكيله وحاجات زي كده. لكن احنا دخل مرحله الجد كابتن حسام، مش مرحله الجد معناها مرحله الصعوبه المتناهيه والكلام من ده، لا الجد معناه ان هو يبدا بقى يحط ايديه على العناصر اللي يستخدمها في تصفيات افريقيا اولا، وبعديها مرحله تانية اللي هي تصفيات كاس العالم. فخلينا نتكلم بصفه عامه ان منتخب مصر في مرحله سهله، المرحله السهله دي مباراه ليبيريا بالتاكيد دي اللي امكن التوصل اليها، كان ممكن جدا تتلغي، وكانوا بيقولوا انه ما فيش مباراه وديه، وحتى لو اتلغت مباراه ليبيريا ما كانتش هتاثر، وهي حتى لو اقيمت يوم ياما هتقام يوم الخميس ليست ذات تاثير، لانه اصلا العناصر الاساسيه بتاعت الكابتن حسام بدري مش ما كانتش منتظمه معاه في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، فشيء طبيعي ان هو ايه المباراه غير مؤثره. طيب رأي حضرتك في اختيار ليبيريا، هل هي عنصر
يتناسب مع المواجهتين الوديتين امام او المواجهتين الرسميتين امام كينيا وجزر القمر، ولا حضرتك شايف ان هو عشان بس يحط ايده على بعض العناصر اللي حابب يتاكد منها تقدر تكون موجود ولا لا في المرحله هو كان ممكن يتاكد باكتر من مباراه وديه محليه عادي جدا لو عايز يعمل، مفيش اي مشكله، بس هو عشان الشكل احنا عايزين نلعب مباراه وديه مع منتخب كبير ومنتخب يعني متوسط القوه، مفيش مشكله. هو المنتخب ليبيريا زيه زي كينيا زي جزر القمر من نفس العينه، يعني مش منتخب قوي هيحرجنا ومش منتخب ضعيف هنروح ايه بتسوانا حضرتك كمنتخب مش بنفس القوه وكسبنا 1-0 وكسبناها لان دي كانت اول مباراه وكان لسه القصص حضرتك قلت لي ليها ظروف خاصه تمام. لكن مباراه ليبيريا انا اتوقع ان المنتخب هيفوز بعدد وافر من الاهداف حتى في ظل غياب الدوليين الدوليين المحترفين يعني لا هو غياب محمد صلاح غياب النني ما هو دي هتدخلني في اختيارات الكابتن حسام البدري. طيب عايز اقول لحضرتك حضرتك الانديه رفضت او اللعيبه الدوليه او اللعيبه المحترفه مش موجوده علشان بيقولوا ان مش الفيفا ديتس ان ده مش في الاجنده الدوليه لمنتخب مصر وان دي مباراه وديه غير دوليه. فانا لما ابعت اللعيبه ابعتها في التواريخ اللي الفيفا محددها مع المنتخب، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح بالنسبه للمحترفين اللي بره ليه؟ لانه دول ناس بعقود وبيلعبوا وانديتهم عندهم مباريات يعني صلاح عنده السيتي الماتش اللي جاي وعندهم ارتباطات عنده دوري ابطال اوروبا عندهم ارتباطات فشيء طبيعي. لكن انت النهارده عندك هنا في مصر لا انا مش هتكلم عن انا في البلد والدوري واقف ومفيش اي حاجه خالص يعني انت هل يعقل مثلا الاهلي يبقى لعيبته موجودين يروحوا يدربوا وما يروحوش المنتخب؟ لا الاولويه القصوى للمنتخب الاولويه للمنتخب الكلام ده اللي بيحصل ده نوع من انواع وعلى فكره مفترض يعني اتحاد الكره او كابتن حسام البدري او ايا كان مسؤول في اتحاد الكره ما ينفعش ان هو يتحايل على نادي عشان خاطر كذا لا يفرض عليه عقوبات على طول لان انت ما عندكش اي ارتباطات. سؤال لا. قولا واحدا لو كابتن حسام البدري استبعد لاعبي الفريق اللي حضرتك بتقول عليه هل حضرتك شايف انه معه ولا ضد؟ لو تم اخذ قرار ان هم خلاص استبعادهم مش عايزهم ده بالعكس ده يبقى قرار تربوي من الدرجه الاولى وقرار مهم جدا وعلى فكره المنتخب مش هيتاثر بيهم على فكره انت عندك انت بتقول انت ما جيت قلت عندي 40 لاعب هيبقوا في منتخب مصر واخد بال حضرتك يا من 7-6 من 40 هو عندك 32 عندك 34 لاعب ماشي فانت عندك عناصر كتيره جدا يقدروا يملوا الفراغ بتاع السته دول والسته اصلا مش السته هيلعبوا مع منتخب مصر ده ممكن جدا جدا ثلاثه منهم يطلعوا بره خالص واثنين يقعدوا احتياطي واحد بس اللي هيلعب فانت يعني انت لازم تاخد القرارات التربويه انت في بدايه مشوارك انت بعت وهم قال لك لا مش هنبعت اللاعبين الدوليين خد قرارك وقول لاتحاد الكوره انا خلاص. طب ليه مش هيبعتوا اللاعبين الدوليين؟ هو اخر كلام ان هم ايه؟ ان هم حاضر هنحاول نقنع اداره النادي عشان يبعتوا. ما هو انت مفيش مبرر انت لو عندك مبرر يعني لو ان نادي بيراميدز عنده مباراه في كاس الاتحاد الافريقي بعد 3-4-5 ايام نقول اه ماشي ده خايف على اللعيبه بتاعته عشان اصابه لحسن الاجهاد ما هو ما عندوش حاجه خالص راجل اتاهل لدور المجموعات واول مباراه ليه هتبقى بعد يوم 29 طب اقول لحضرتك هو مش عايز يبعتهم ليه؟ ليه؟ طيب بص حضرتك اتفضل يا ريت والله طيب. انا نفسي مش عارف والله لا هقول لحضرتك اتاكدت يعني بنفسي بص حضرتك الفكره كلها ان نادي بيراميدز كان محدد مباراه يوم الاحد اللي جاي الاحد اللي جاي ده مباراه وديه ودي اخر مباراه وديه لنادي بيراميدز يلعب بيها بالقوام الرئيسي تمام المباراه دي اخر مباراه قبل مباراه الزمالك الاتحاد الكوره زي ما حضرتك ما بتقول ممكن يغير مواعيد المباراه وبالتالي لما الاتحاد المصري غير مباراه نادي الزمالك علشان كاس الكونفدراليه وبالتالي بقى في متسع من الوقت بالنسبه للجهاز الفني البيراميدز ان هو لعبته لما ترجع من المنتخب يكون في وقت ان هم يكونوا معاه تاني يعني واللعيبه كلها متجمعه بعد ما تم اخذ هذا القرار بالاجراءات اللي بقول لحضرتك عليها دي ما بقاش في مشكله والمفروض ان الموافقه اخذوها من امبارح وان اللعيبه هتنضم النهارده او هتنضم بكره ده من لسان المدير الفني لنادي بيراميدز بنفسه يعني بنفسه سالته وقال لي 1-2-3-4 فلكن انا طبعا زي ما حضرتك ما بتقول الاولويه القصوى لمنتخب مصر ما ينفعش يعني ابدا المنتخب يكون عنده تجمع وتقول ان انا ما عنديش فيفا ديتس او انت لازم تبلغني الفيفا ديتس بتاعتك لا طبعًا. انا اتفق مع حضرتك تماما طبعًا. لا طبعا لا احنا بيقول زي ما اتفقنا كده خلاص دي نمره واحد نمره اتنين وهو ده المهم
في القصه كلها في قصه حسام البدري واختيارات حسام البدري وتوجه حسام البدري المرحله اللي جايه. كابتن حسام البدري النهارده بيجي بيتوجه توجه تاني خالص كان بيعمله كابتن حسن شحاته مع اختلاف الظروف. تمام. ايه هو اللي كان بيعمله كابتن حسن شحاته؟ انه اعتمد على اللعيبه المحليين الجاهزين والعناصر. في نقطه ثانيه. والعناصر. في حضرتك اللعيبه اللي هو شايفها ان هي لعيبه مؤثره حتى لو مش بتلعب مع انديتها، بس هو عنده قناعه تامه. عنده قناعه بيهم. زي محمود وحيد. لا هو ما بيلعبش مع الاهلي بس هو شايف ان هو لاعب يستاهل ويستحق انه يكون موجود. انا على فكره محمود وحيد هيخش التدوير ويبقى مباراته، وانا اعتقد انه هياخد مباريات جدا كتيره جدا وهتبقى زيه زي علي معلول بالتاكيد يعني. طبعًا. لان ده اسلوب الراجل زي ما اتفقنا. تمام. الراجل السويسري ده اساسا يعني. لكن هو عايز يحط اللعيبه بتاعته تبقى جاهزه تحت امره يجيبها في اي وقت من الاوقات. احنا عشنا فتره بتاعت هيكتور كوبر ثم جيري، الاثنين دول كانوا بيحطوا رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه المحترفين، لدرجه لما كنت تمسك القايمه تلقى فيها 13 محترف، ياما تقل قوي تبقى 11 محترف. لا لما تقل قوي يعني 11 لما تقل قوي. تمام. النهارده كابتن حسام البدري في اول قايمه بيحطها بيحط ست لعيبه. ستة. هل شايف ان هم دول اللي يستاهلوا فعلا؟ وممكن ما هم دول اللي على فكره هم اللي دول اللي هيستاهلوا. وهو النهارده مش معنى ان انت تجيب لي، معلش مع احترامي لكل المحترفين اللي خرجوا من القائمه قبل كده، ما كان في احسن منهم في الدوري المصري. يعني لما تروح تجيب عمرو ورده، احمد المحمدي، هتجيب لي مش عارف مين، علي غزال، اي بسام، سام مرسي، مش عارف ايه الكلام ده كله، دول اولا مش في بعض منهم المحليين احسن منهم بكتير جدا جدا جدا. يعني لما تلعب محمود وحيد وعبد الله جمعه، واخد بال حضرتك، وتبقى تبدل مين؟ ما هم محليين الاثنين. ما هو الاثنين محليين. مش لازم ان انت تروح كنت تدور على محمد عبد الشافي وتجيبه من الدوري السعودي ساعتها. انا بتكلم على الاثنين المدربين السابقين يعني. في عندك محمد حمدي بتاع بيراميدز كويس وهايل جدا. وهايل جدا، وده الوحيد هو وعبد الله الصعيدي اللي ممكن يكونوا في المنتخب يلعبوا اساسي في اي فتره من فترات مع الكابتن حسام البدري، لان هو عارفهم كويس جدا وعارف امكانياتهم. واخد بال حضرتك؟ اجيب احمد المحمدي قصه مش كده يعني. انا بقرا انه طريقه حسام البدري ان هو عايز يعتمد على المحليين اكتر، دي طريقه كويسه جدا وتحت عينيه، ويجيبهم في اي وقت بعكس اللي عمله النادي بيراميدز، ويجيبهم في اي وقت، ويقدر ان هو يطور من ادائهم، يقدر ان هو يعتمد عليهم كويس جدا، يقدر ان هو حتى المحترف يبقى ليه قيمته. لما بتجيب محمد صلاح وبيجي بيجي لك على المباراه الرسميه وكده، لان في بدائل كثيره موجوده مع الكابتن حسام البدري. ما ينفعش ان احنا نرهقه رايح جاي، معسكر ماشي، مباراه وديه ماشي، لا نسيبه يتفرغ لمهمته هناك مع ليفربول واسمه وكلام من ده كله، ويجي على المباراه الرسميه يبقى ان شاء الله يعمل لنا حاجه كويسه. يبقى تريزيجيه، محمد صلاح، دي عناصر اساسيه ما نقدرش نستغنى عنها. في ممكن جدا الخمسه ممكن يبقوا اربعه على فكره يعني. انا قناعتي الشخصيه لو حشت كوك على جنب مفيش مشكله، الدنيا مش هتتهد خالص خالص. لو حشت النني على جنب في اكتر من نني في مصر. طب هل حضرتك شايف ان النني هيلعب على حمدي فتحي والسوليه، ولا حمدي فتحي والسوليه فرصتهم اكبر في التواجد في تشكيله منتخب مصر؟ ده يبقى ما انا بقول لحضرتك. معلش انا عايز اسال بس حضرتك. انا اولا مش ضد النني. تمام. انا بس لحضرتك عشان حضرتك قلت لي ممكن يبقوا اربعه وممكن يبقوا ثلاثه. اهو كده. حمدي فتحي ده تحطه في نص ملعب وتكمل الباقي. تكمل زي ما انت عايز. تمام. ماشي. ما ينفعش. ماشي. ما ينفعش ان انت تاخده عشان تركنه او تنزله بديله او كلام من ده. اتفق مع حضرتك. عمرو السوليه هو جاي، مش يعني اذا كان في فتره اصابه شويه بعدته عن بطش. طيب مين اللي ممكن ينافس محمد النني على التواجد في نص الملعب بجانب حمدي فتحي؟ ايه رايك حضرتك في السؤال كده احسن؟ ماشي. حمدي فتحي بيقول لحضرتك اهو. خلاص. طيب خلاص. في اكتر من هل طارق حامد يتنافس مع النني على التواجد في نص الملعب؟ مع حمدي فتحي؟ طارق حامد افضل عشرات المرات من النني. ليه بقى؟ طب ما النني بيلعب في ارسنال وبيلعب دلوقتي في بشكتاش. ماشي يلعب. ماشي يلعب. ومرشح بقوه ان هو يروح اسم يروح المكان ما يروح. انا بقول لك على تجاربه مع المنتخب، هو مع المنتخب ما بيديش حاجه. طب هل حضرتك شايف ان المدربين هم السبب في عدم تطور مستوى النني مع المنتخب؟
ممكن جدا، ممكن صح؟ بالتاكيد، لان هو بحاول انا يعني الاقي سبب. طارق حامد لاعب مقاتل في عنده روح عالية جدا بالتاكيد يعني، واحيانا بتبقى القتال ده افضل اهم كتير جدا من الفنيات بتاعت النني او غير النني. تمام. فانت طارق حامد ما تقدرش ان انت تقعده عشان خاطر يلعب النني، محمد فتحي ما تقدرش تقعده عشان يلعب النني، تمام خالص. ممكن جدا تعمل ماتش زي بالسوان، زي ليبيريا يلعب نني، ما فيش مشكله. اي ماتشات كده، ماتش تاني ملوش قوه، لكن انت هتخش النهارده على مرحله بعد كده، المرحله دي سهله جدا، فانت شيء طبيعي انت بتبني منتخب، ابني صح. وانا بقول لحضرتك وهيجمعنا الكلام بعد كده، ان ده توجه حسام البدري، ان المحترفين ما يزيدوش عن 5 باي حال من الاحوال، وان المحلين هم الاساس للمنتخب الاول، وان هو فرصته اكبر بكتير جدا ان هو يدعم هذا المنتخب بعد ما تنتهي مهمه المنتخب الاولمبي في تصفيات الاولمبياد. هيرجع له 2، واحد اكسبريس والتاني بلدوزر، يعني هيرجع له رمضان صبحي، وهيرجع له مصطفى محمد، وهيبقى عنده عناصر، هيرجع له صلاح محسن، هيبقى عنده عناصر تقول كوكا كتر خيرك متشكرين، تقول لأي حد تاني لا، وعناصر صغيرة في السن وهو عارفهم كويس جدا وعارف قيمتهم. هل الشارة هتعمل أزمة في المعسكر الحالي اللي هينضم ليه اللعيبة المحترفة؟ لا، الشارة خلصت خلاص. أحمد فتحي؟ هل محمد صلاح راضي من جواه؟ بص، محمد صلاح ما تجيلوش الشعر، معلش برضه حضرتك، احنا بشر في الاول وفي الاخر، وممكن حاجه صغيره زي كده يعني تعكر يعني صفوه جهاز المنتخب هو الذي صنع ازمه الشاره، واخد بال حضرتك؟ ياما بدا يشوف ان محمد صلاح عنده مشاكل مع اتحاد الكوره ومشاكل نفسيه وعقد اتحاد الكوره السابق ولا الحالي؟ السابق بالتاكيد، وتركز وجت القصه بتاعت احسن لاعب والحاجات دي كلها، يعني زودت الايه التون شويه، خليت الراجل برضه متاثر شويه. فالجهاز الفني عايز يكسب محمد صلاح، مش عايز يخسره، عايز يكسبه معنويا، فبيدور له على حاجه، فبيدور الحاجه راح جه في حته مش هي مش مظبوطه، اللي هي قصه الشاره نديها لصلاح، وراحوا مسربين الخبر، واخد بال حضرتك؟ يا اما تسرب الخبر بالتاكيد، الدنيا كلها بدات كل واحد ليه رايه وبتاع. انت في عندك ثوابت في منتخب مصر من زمان، ان الادميه، ان الكابتن، وفي كل دول العالم تقريبا يعني، ان الادميه يكون في ادميه مع بعض العوامل اللي موجوده في الشخصيه، بس الادميه او الشخصيه. طب انت النهارده يا اما تيجي تقول لا انا هستبعد احمد فتحي، هستبعد احمد فتحي من الشاره، لا بيبقاش كابتن ويبقى موجود محمد صلاح هو الكابتن، ما ينفعش. لان برضو لو جيت بقى الادميه خلاص اتفقنا عليها، ده راجل لاعب في كل المنتخبات، ليه الشخصيه برضو، وله شخصيته، وكان عنصر مؤثر على مدار 19 سنه في منتخبات مصر، من اول منتخب الناشئين لغايه منتخب الايه المنتخب الاول. فما ينفعش ان انت تيجي عند دي، طب ما جيتش عندها يا اما كان محمدي عندك ليه، ما جيتش، ما حدش قرب من القصه دي يا اما كان محمدي موجود، وكان الخلاف مع صلاح موجود، كان ممكن جدا يرضوه ويقولوا خلاص الشارع ياخدها صلاح وبلاش محمدي، تمام صح. لكن انت النهارده بتدور على عملت ازمه بدون لازمه، ولا يصح الى الصحيح في النهايه. والشاره موضوعها اعتقد اغلق وانتهى، واحمد فتحي في الماتش وهو الكابتن، بعد منه هيشوف مين اللي بعد منه حسب الترتيب اللي عامله الجهاز الفني وحسب عبد الله السعيد يكون تاني، حسب الادميه بقى، انا ما اعرفش مين اللي بعد منه، ممكن يكون التاني او التالت، هم حاطين 4 اسماء، ده لو ده مش موجود يبقى ده مش موجود، صلاح رقم 5. طيب عايز افصل مع حضرتك قبل ما انتقل لملف المنتخب الاولمبي بخبر كلنا يعني قريناه الصبح، بتعيين المدير الفني السابق لمنتخب مصر خفير اجاري مديرا فنيا لنادي ليجانيس الاسباني اللي بيلعب في الليجا الاسبانيه. ليجانيس بيحتل المركز ال20 في الدوري الاسباني، وضعه صعب جدا، مستوى سيء، وبالتالي اجاري موجود في الدوري الاسباني الحالي لموسم 2019 2020. راي حضرتك وتعليقك. عادي، بس هو ما راحش يدرب برشلونه يعني، ولا راح يدرب ريال مدريد، الدوري الاسباني، لا هو الدوري الاسباني رقم 20، انت حضرتك بتقول بيعاني ويعني هيهبط،
واخد بال حضرتك ماشي. يعني برضو مش القصه بقى طبعا، لكن القصه القضيه بتاعته هل القضيه شغاله ولا مش شغاله؟ ما دام اتعين يبقى مش شغاله، بس دي لسه ما تمش البت فيه، لسه ما تمش البت فيه، هو مش هيقعد في بيتهم يعني، هو برضو مدرب له اسمه لجنس حلو ماشي، لكن انا انت عشان لا انا انا بتكلم على ان لما يجي له حضرتك لجنس في الوقت اللي هو خرج بيه من منتخب مصر في دور 16 على ملعبه وسط جمهورها، زي ما انا قلت مش هقعد في البيت. جاله لجانيس في الدوري الاسباني، اكيد طبعا دي حاجه كويسه ان هو يكون موجود في الدوري لا ليغا الاسباني مع برشلونه مع ريال، لكن هل حضرتك شايف ان هو ممكن ينجح يعمل طفره او فارق مع لجانيس؟ يعني ما اعتقدش ان هو اصلا يعني حضرتك بص انا ما اقدرش اقول لك هينجح ولا ما ينجحش، بس هو اصلا تجربته مع منتخب مصر تجربه فاشله تماما خلاص. فانا موضوع اللغه بيه. هل موضوع اللغه بيفرق مع المدرب ان هو لما يتكلم اسباني الاسباني مع اللعيبه اللي موجوده مش محتاج مترجم في النص، بدل ما يتكلم اسباني والمترجم يترجم لعربي والعربي يترجم لاسباني؟ وهتلقى برضه الفريق الاسباني برضه فيه لعيبه يعني من فرنسا وانجلترا، بالتاكيد انت عارف اكتر مني انه في برضه جنسيات اخرى موجوده يعني اللغه عمرها ما كانت عائق، والا كان مانويل جوزيه اللي كان بيتكلم برتغالي ما كانش عمل انجازاته مع الاهلي خالص. انا بحاول اطلع اي حاجه علشان يعني ننسى في الراجل، بس واضح ان مفيش اي حاجه جايه في صالحه خلاص، يعني الراجل يعني اضرنا اكتر ما فادنا يعني. ده حقيقه، هو استفاد كمان كتير جدا يعني. انت ده بطوله على ارضك، بطوله على ارضك، بطوله تاريخيه على ارضك، في 24 منتخب وبتطلع من دور ال 16، خلاص انت يعني ما عندكش اي طيب. عذر يعني. سريعا علشان وقتنا بيجري ولازم نتكلم في المنتخب الاولمبي اللي اكيد لازم نختم بيه. المنتخب الاولمبي عنده مباراه مهمه يوم الجمعه القادم امام المنتخب المالي في افتتاح البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. مالي منتخب قوي، كتير من مشاهدينا شايف ان مباراه غانا والكاميرون اقوى من مباراه مالي، انا بقول لهم لا، منتخب بالزبط. مالي احد المنتخبات المرشحه بقوه للصعود الى دور نصف النهائي وبالتالي التاهل الى اولمبياد طوكيو. حضرتك شايف اللقاء ازاي؟ واول لقاء للكابتن شوقي بعد ما شفناه امام جنوب افريقيا في تجربه ممكن نقول يعني كان فيها بعض السلبيات يعني. لكن عدت على خير، لكن حضرتك متفائل ان شاء الله؟ انا متفائل طبعا، بس بأؤكد بتفق معك في الرأي. أولا المنتخب مالي من أقوى فرق المجموعة الأولى دي نمرة واحد، والحاجة التانية بتفق معاك إن منتخب مصر ومنتخب مالي إن شاء الله في دور قبل النهائي، ده الاثنين دول منتخب مصر ومنتخب مالي. مالي طيب حضرتك يعني منتخب غانا يعني متفوق في المرحلة السنية الحالية، دايما بياخد بطولات عالم ودايما موجود على الساحة ساحة الناشئين وساحة الشباب، هل حضرتك بتستبعد منتخب غانا ومنتخب الكاميرون؟ لا أنا برجح كفة مالي. أنا برجح كفته عن المنتخب عن غانا، لكن الكاميرون مش هيكون ليها نصيب يعني، مش يعني تحوشها بالحسابات لأن منتخب ضعيف أصلاً. هل حضرتك تسلسل اللقاءات مالي غانا الكاميرون هل هو في صالح منتخب مصر، وإن تسلسل اللقاءات جه بشكل إيجابي يخلي كابتن شوقي يعرف يتعامل مع اللقاءات بشكل في ان شاء الله نوع من الاراء الايجابيه؟ لا ده هو بدا بالمباراه الاصعب، ثم المباراه المتوسطه قوه مع غانا، ثم المباراه الضعيفه مع الكاميرون. كنت حضرتك تفضل الكاميرون الاول؟ طبعا كنت افضل الكاميرون الاول طبعا، وافضل مالي الاخر. طيب وجود الجماهير، هل عنصر الجمهور اللي هو ده اللي بيخليني متفائل؟ لانه طيب. الجمهور عايزين نناشد ونطالب عشان الاعلام ما حدش بيناشد ولا بيطالب ان الجمهور يكون موجود في الملعب. لا احنا الجمهور بتاعنا حساس، وجمهور في وقت اللزوم هتلاقيه موجود. اولا انا متفائل ان المنتخب مصر حقق نتيجه ايجابيه في المباراه دي، لانه مهم جدا نقطه البدايه ان انت تفوز اولا. والجمهور هيكون عامل اساسي في ترجيح كفه منتخب مصر. ان لم تكن الكفتين متساويتين شويه، احنا عندنا على فكره مجموعه هايله في منتخب مصر الاولمبي، عندنا حوافز كتيره جدا موجوده. هل الكابتن شوقي هيكون محتار يلعب مين في الناحيه الهجوميه؟ عنده اسامي كتيره جدا موجوده. لا هو تقريبا هيبقى هيعتمد في الناحيه الهجوميه على الثنائي مصطفى محمد وصلاح محسن. هو عنده صلاح وعنده مصطفى وعنده رمضان صبحي وعنده ناصر ماهر وعنده رمضان صبحي يلعب محمد طاهر. لا انا بتكلم عليك على المفاتيح اللعب اللي موجوده للكابتن شوقي. لا. عنده بسم الله ما شاء الله كثره من اللعيبه كلهم يقدروا. عنده عناصر، عنده عمار حمدي واحد من اللعيبه المميزه جدا اللي موجوده برضه، هيبقى راس الحربه بتاعه يا اما مصطفى هو صلاح ومحسن مصطفى محمد. بس
الاثنين ثنائي رهيب والاثنين جامدين جدا جدا بسم الله المخ والعضلات طبعا بالتاكيد فدول جدا يرجحوا اي كف. هيبقى عنده رمضان صبحي بالتاكيد يعني جناح ملوش حل. هيبقى عنده حاجات اوراق كتيره جدا جدا في المباراه. انا عايز اقول ان انت داخل البطوله دي وعندك ثلاث اهداف. ثلاث اهداف دول اول حاجه تاهل الاولمبياد وعشان كده لازم تعدي الدور الاول. نمره اثنين انت تاخد اللقب على ارضك. نمره ثلاثه الهدف الثالث انا بعتقد انه هدف شخصي للكابتن شوقي غريب. ده اول اختبار رسمي وقوي جدا للكابتن شوقي غريب من ايام 2014 بعد ما تتولى منتخب مصر الاول وكانت تجربته معاها غير موفقه وساب المنتخب الاول. فالنهارده جات له الفرصه ان هو يحقق حاجه ليه هو الاسمه تعيد الى الاذهان 2001 بطوله العالم او برونزيه بطوله العالم للشباب 2001 بالارجنتين. طيب كابتن شوقي بعد حضرتك ما حقق انجاز 2001 سواء في افريقيا او على مستوى كاس العالم وحصل على الميداليه البرونزيه لم يوفق مع المنتخب للتاهل للاولمبياد. هل كابتن شوقي حاطط ان شاء الله ده هدف قدامه علشان يحقق في الحلم الوحيد اللي ما عرفش يحققه مع منتخبات الشباب؟ يمكن هو حقق بطوله افريقيا، حقق ميداليه برونزيه، ما حققش التاهل لاولمبياد اللي كانت موجوده في الوقت اللي كان مدير فني ليه. هل حضرتك ده دافع قوي لكابتن شوقي؟ طبعا دافع قوي جدا، لان هو مسيرته كمدرب بقى النهارده انت بيعيد كتابه اسمه مره ثانيه بحاجه مهمه. الحاجه دي ان انت تاخد بطوله افريقيا اولا، ثانيا انك تروح الاولمبياد وتسيب بصمه هناك. يعني ايه بصمه؟ يعني ما ينفعش ان انت تطلع من دور الستاشر، ده ما يبقاش انجاز في الاولمبياد، لكن تطلع توصل دور الثمانيه، توصل دور الاربعه، هو ده الانجاز. تنافس على ميداليه ده يبقى قمه الاعجاز، واخد بال حضرتك؟ فالخيارات عند كابتن شوقي كتيره، وهو طبعا بالتاكيد عايز يسعى، والظروف المره دي تختلف تماما عن منتخب الاول لما مسكه سنه 2014 بعد بوب برادلي. النهارده عنده مجموعه رائعه جدا من اللاعبين من الممكن ان يعتمد عليها ويثق فيها وممكن جدا تحقق له انجازه. اخيرا عايز يعني كلمه من حضرتك لجمهور مصر، كلمه المنتخب مصر الاول وايضا كلمه المنتخب مصر الاولمبي قبل ما المواجهه المرتقبه والمواجهه القويه في افتتاح بطوله الامم الافريقيه. اعتقد ان ضربه البدايه هي الاهم بالنسبه للمنتخب الوطني. ان شاء الله ربنا كرم هنتاهل وهيبقى الامور بالنسبه لنا سهله، لا قدر الله حصل حاجه هيبقى عندنا ماتشين، لكن طبعا البدايه هي الرساله القويه والمهمه لجميع المنافسين الموجودين في البطوله. احنا بنطالب طبعا ونناشد ونقعد لغايه بكره الصبح نناشد الجمهور ان هو يروح استاد القاهره عشان خاطر منتخبنا الاولمبي. لازم ويبقى عدد كبير جدا، ويا ريت ما فيش قصه التذاكر وتخفيض التذاكر والحاجات دي كلها، يا ريت تختفي شويه في المهمات الصعبه. يعني احنا عايزين الجمهور يعني تطالب ان طبعا القيمه الماليه تقل اوتوماتيك، لازم تقل، لازم ما يتمش الطرح وبعد كده ان شاء الله بقرار عاجل يتاخد عشان خاطر احنا عندنا حلم في اكتر من في 10 في 12 يوم عايزين نعمله، تاهل الاولمبياد ونشجع منتخب واعد وصاعد كويس جدا جدا. بالنسبه للمنتخب الاول انا مش قلقان عليه، حتى كينيا وجزر مش قلقان، بس بقول للكابتن حسام البدري انت قدامك فرصه تاريخيه انك تعمل منتخب جديد عشان خاطر مش عشان تصفيات امم افريقيا، تصفيات امم افريقيا كينيا وتوجو وجزر القمر دي ما تشغلناش كتير، عشان تصفيات كاس العالم اللي هتبدا بعد كده. يعني كالعاده حضرتك شرفتني ونورتني يا استاذ محمد، يعني ودايما متالق. الله يخليك، انا بشكرك وانت افدتني كتير بموضوع اجيري ده بصراحه. ايه راي حضرتك؟ كنتش متوقع طبعا ما اعرفش موضوع ليفربول، كنت عارفه ولا لا؟ لا والله ما كنتش عارف ليفربول كمان، ما كنتش تعرفه ليفربول 17 18 جديده؟ لا ده جديده خالص. طب حضرتك اي حاجه جديده حضرتك كلمني على طول. خلاص هكلمك طبعا، خلاص مصدر رهيب للاخبار العالميه وربنا يوفقك. وانا بشكر قناه الاهلي وببارك لفريق السله اللي هو بدا مشوار كاس مصر بخطوه موفقه بالفوز النهارده بيتك طبعا قناه الاهلي، بيتك طبعا منور في اي وقت. الله يخليك، شكرا جزيلا. طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد صادق. الساعه 11 ان شاء الله هيكون معنا رساله ختاميه لمعسكر النادي الاهلي في الامارات وحوار مع الكابتن بدر رجب
نجم النادي الأهلي وأحد المدربين المتميزين في قطاع الناشئين السابقين، لكن الحوار هيجريه اثنين من ولاده سعد سمير والكابتن حسام عاشور. نتمنى إن شاء الله أنها تكون مشاهدة ممتعة وفقرة تكون خفيفة، وانتوا عارفين بقى الكابتن بدر رجب دمه خفيف جدا وسعد، فأعتقد أنها تكون حلقة كده وحوار يكسر الدنيا إن شاء الله. نشوفكم دايما على خير على قناة الأهلي، تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.